عند الحديث عن ربما ما حدث في إقليم ناغورنو كاراباخ اليوم والتهجير القسري كما ذكرت حضرتك للأرمن إلى بلادهم، بالتالي هنا اليوم هل أنتم تتهمون موسكو بالتخلي عنكم وبخذلانكم في هذه الجولة، بما أن هناك اتهامات صريحة صدرت من القادة من يريفان بخصوص الخذلان الذي ربما تعرضتم له من قبل موسكو؟ أنت تعلمين أن الأمر بالفعل خيبة أمل، لأنه كان هناك تعهدات من قبل روسيا وكان هناك اتفاقية ثلاثية الجانب في 2020 أن روسيا لابد أن تلعب دور حافظة الأمن في هذه المنطقة في كاراباخ، ولكنهم لم يقوموا بواجبهم، ووجدنا أن أذربيجان قد هاجمت كاراباخ وقد قتلوا الكثير من الناس ومنهم مدنيين، ولذلك فوجدنا أن قوات حفظ السلام الروسية لم تفعل شيء، بل قد تكون مهدة الطريق لهذا العدوان، فهي لم تلتزم بالتزاماتها في هذه الاتفاقية، ولذلك طيب. فإن هذا يعتبر محبطا. مهدت روسيا الطريق لهذا العدوان. بعض الأصوات في الداخل الروسي تقول أن من راهن على الناتو فهو خاسر، وأيضا الروس يتهمون يريفان بأنها وقفت إلى جانب الغرب، إلى جانب واشنطن تحديدا في هذه الحرب المتبادلة ما بين الروس والمتوسطة ما بين الروس والأوكران. إذا هل الرهان على الناتو كان خاسرا؟ هذا ليس له، إن هذا ليس له أساس من الصحة، هذه اتهامات عارية من الصحة. هذا ما يقوله ميدفيديف. لم يقول ذلك أي أحد من أعضاء الناتو. نعم، الحقيقة هو أن أرمينيا ما زالت عضوا، وهي أيضا ما زالت حليفة لروسيا الاتحادية، وهي تلتزم بكل المعاهدات التي وقعت عليها. والآن نجد أن حوالي 100,000 كيلومتر قد تم احتلالها من قبل أذربيجان إلى الآن، لذلك فإن كل هذه التصريحات ليس لها أي أساس من الصحة. الأمر لا يتعلق بمساعدة الناتو، والأمر لا يتعلق بالرهان على الولايات المتحدة الأمريكية أو الناتو. بما أن هناك سيد يريفان الآن خذلان وخيبة أمل كما ذكرت حضرتك كما أسميتها من الروس، ما مصير القاعدة العسكرية الروسية وما مصير قوات حفظ السلام الروسية المتواجدة على الأرض؟ بالنسبة لقوات حفظ السلام على الأرض، وفقا لهذه المعاهدة ثلاثية الأطراف التي تخص إقليم كاراباخ، وما وجدناه هو أن أذربيجان وروسيا الاتحادية كان لديهما التزامات تخص هذه المعاهدة، ولكن منذ يومين وجدنا أن رئيس روسيا الاتحادية قال أن هناك مباحثات بينه وبين رئيس أذربيجان. وبالنسبة للقواعد العسكرية الروسية في أرمينيا، لا يوجد أي نقاش عنها البتة.